هذا اليوم باكورة إنجاز إدارة التأهيل المهني واللي هي تابعة قطاع التعليم قطاع التعليمي في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، بأن أخرجنا 3 أبناء من أبنائنا احنا نسميهم ذات الهمم وليس ذوي الإعاقة بس ذات الهمم، في أنهم بدأوا اليوم يظهرون إنتاج الفترات اللي اشتغلوا فيها. اليوم عندنا 3 فنانين الله يعطيهم العافية وهم مخرجات التأهيل المهني. الهيئة لا يعني لا يغفل عنكم هي الداعم الرئيسي لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإحنا قاعد نقوم على تلبية احتياجاتهم قدر المستطاع في كل جوانب الحياة. هذا المعرض حضرتين يجسد مدى عزم وإرادة هذا الشباب لعمل شيء، وشكرا لكل وسائل الإعلام وشكرا للهيئة العامة للإعاقة على إقامتها المعرض وكل من ساهم في المعرض، وشكرا لوسائل الإعلام. المعرض على أساس أن يكون حالة من دمج الاحتياجات الخاصة أو المعاقين أو أصحاب الهمم مع الإنسان الأسوياء بشكل طبيعي أو ند بند، بحيث أن يكونون مختزلين طاقات فنية أو طاقات فكرية أو غيرها. بالنسبة لي الحمد لله خلال السنتين اللي فاتوا الله أكرمنا أن نهتم بثلاث مواهب، بحيث أنه يعني يصل لمرحلة من التطور السلوكي والفني. إحنا اسمه ثلاث فنانين قاعدين قام نشتغل في المعرض هذا. رسالتنا إحنا بنوصل مثلاً الإنسان مثلاً إذا كان معاق ما يوقف مثلاً على الإرادة، يعني عرفت شلون كذي؟ إذا كان واحد مثلاً عنده حب في الشغلة هذه ما يوقف فيها يعني.